السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر كل من أدى الواجب من قبيلة ولد سليمان، ومن تبرع من قبيلة عنزة، ومن كل القبائل، ومن كل من شارك بقصيدة أو كلمة أو حتى تشجيع لمن شارك، فالله يجعلها في موازين حسناتكم، وأن لا يريكم أي مكروه، وأن يدفع عنكم البلاء والمصائب، آمين يا رب العالمين. الكلمة هذه خاصة لقبائل ولد سليمان، والذي أنتمي إليها وأعتبر نفسي خادم لهم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قبائل ولد سليمان، شيوخا وأفرادا، صغارا وكبارا، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا واحد منكم، لست أفضلكم بل أرداكم قولا ومعرفة، فأنتم لنا بعد الله سبحانه بإفراج كربة السجين محمد سعد الرشدان، والذي تبقى من المهلة 7 أيام. فنحن اليوم يوم جمعة، والجمعة القادمة يتم إغلاق حساب الدية من قبل إمارة الجوف. فهل نسمي هذا الأسبوع أسبوع انتفاضة ولد سليمان، وتسمى هذه السنة سنة انتفاضة قبائل ولد سليمان، ويسجلها التاريخ كما سجل أجدادنا من قبل تاريخنا المشرف؟ فقد كانوا يفدون بعضهم بالرصاص، أما نحن الآن بالمال بضغطة زر. فلله الحمد والشكر، بجوالك بضغطة زر وأنت في بيتك، فلا يكون المال أغلى من فزعة لابن من أبنائكم قدر الله عليه هذا الشيء، فضع نفسك مكانه، وأنت تنظر جماعتك يتخلون عنك، فهو أجر من الله، وتعاون مع ربعك بالطيبة والفزعة، فأنتم أهل للفزعة وصنع المعروف. فالتاريخ سوف يسجل هؤلاء شيوخ وأفراد أهل الطيبة والنخوة، وهؤلاء شيوخ وأفراد أهل الرداء، ولا نرضى لأي شخص أن يسجله التاريخ من أهل الرداء. فالله سبحانه مقسم كل شيء بما فيها الطيب والرداء، فتجد إخوان هذا طيب وهذا ردي، ولو قال لي أحد أخوك هذا ردي فلن أرضى ذلك، وأنا متأكد بأن كلامه صحيح. وأنا والله العظيم ما ودي يكون بقبيلة ولد سليمان ردي، والأمر بسيط، بمبلغ من المال ألتحق به مع ربعي. فهل ترضون أن تستنجد أم السجين بأحد القبائل؟ ما هو موقفكم؟ فالآن أبناءها حارسين على أن لا تذهب لأحد القبائل، كل ذلك من أجل سمعة قبيلة ولد سليمان وعنزة عامة. ففي اجتماع عائلي لأطراف القضية قال شيخ الفضيل: يروح ابننا ولا تروح سمعة القبيلة، فهل بعد ذلك كلام؟ يا ولد سليمان، أرجو أن تقبلوا كلامي هذا بصدر رحب، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيكم الشيخ سعد بن عودة الرشدان.